وأذن في الناس بالحج. قال له نادي في الناس. إبراهيم عليه السلام قال وما يبلغ صوتي يا رب، أأذن في الناس دي كيف والبسمعني منه؟ قال وما يبلغ صوتي، قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. قال عليك البلاغ، عليك البيان وعلينا البلاغ. إبراهيم رفع صوته بقب نادي، قيل طلع على جبل الصفا فوق بقب نادي، يا أيها الناس إن الله افترض عليكم الحج فحجوا. كويس، أذن في الناس بالحج، سمعه كل شجر وحجر وكل بشر حتى من في بطون أمهاتهم وحتى من في ظهور آبائهم، كلهم سمعوا. كويس، وانخفضت الجبال تواضعت حتى يصل الصوت، ورد عليه الجميع شجر حجر بشر لبيك اللهم لبيك. وهذه التلبية اللي بيقولها الحجاج الليلة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك يعني انت بتلبي دعاء. من الذي دعاك؟ نادى إبراهيم عليه السلام في الناس، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالك، عشان كده الناس يمشوا هناك يقولوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. كويس، إبراهيم نادى في الناس، ربنا قال يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، دي الإبل ضامرة من الجوع جاية من مسافات بعيدة، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج. الفجاج هي السبل خلال الجبال، الناس بشقوا الجبال يعني بالفجاج، وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلكم تهتدون. شقوا الفجاج عشان يجوا الحج هناك. يا سلام، ما من نفس مؤمنة إلا وقلبها معلق ببيت الله جل وعلا، القلوب تهفو إلى البيت وترغب فيه. قال تبارك وتعالى عن إبراهيم واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. الما مش دار يمشي، والبيمشي الحج أو العمرة يتعلق قلبه بالبيت فيحب الرجوع إليه. سبحان الله، عشان كده بعض العلماء ذكر إنه الإنسان لما يطوف بتكون الكعبة على يده الشمال وبكون طائف، قالوا في هذا أن القلب تجاه الكعبة. وما في بيت يا أخواننا الناس بيطوفوا به إلا الكعبة، ما في زول يغشك يقول لك أكن فاتك الحجاز أمشي بحراز، حراز بتاع شنو؟ الحج هناك في بيت الله الحرام، ما في حج في بحراز ولا في السودان، السودان ما فيه حج، الحج هناك. في ناس غشهم مساكين يا أخواننا، لقوا أهلنا بسطاء وجهال غشهم، أمشي بحراز حج هناك وأمشي وين الشكيني بحج، يا زول الحج في بيت الله. ربنا قال وليطوفوا بالبيت العتيق، أول بيت بني في الأرض البيت الحرام. جاء في حديث أبي ذر في مسلم النبي صلى الله عليه وسلم سأله أبو ذر قال أي بيت وضع في الأرض أولا؟ قال البيت الحرام. قال ثم أي بعده شنو؟ قال بيت المقدس. قال كم بينهما؟ قال 40 سنة أول بيت وضع للناس. لذلك يا أخواننا في هذه الأيام أفضل عمل الحج لمن استطاع إليه سبيلا. وبعد ذلك يجتهد الإنسان إذا ما وفق إلى البيت الحرام إلى الحج والعمرة، يجتهد الإنسان في العمل الصالح أن كان وحيث كان. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد.